أهلا بكم من جديد. أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة فتح منفذ منديل الحدودي مع إيران الأسبوع المقبل لا تعني لهيئته شيئا، لأن المنفذ أغلق بأمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بناء على توصيات، وأن إغلاق المنفذ رسالة لمن يتلاعب بالمال العراقي، مفادها أن الحكومة العراقية لديها قدرة كافية لردعهم، مشيرا إلى أن تهريب المخدرات إلى العراق لا يتم عبر المنافذ الحدودية فقط، وإنما من خلال الشريط الحدودي، وتهريبها ليس فقط من إيران.